صباح الخير ميمي. اوكي بدك تحط لك بيبي شارك. طلع شوف شوفه. طلع ميمي. طلع طلع شو بصير. طلع شو بصير. شو الادمان ميمي؟ ستوب عيب. انا القرار تبعي انه اول ما ميلا تبلش تفهم لما نقول لها لا حبلش الغي علي هدول، خليها بس تحضرهم ساعه او نص ساعه باليوم او ساعتين باليوم في اوقات معينه. صباح الخير اصول. صباح النور. ترى اصاله صافه مليون الف شغله هون على التخت. اصول شو هدول؟ هدول مفاجاه. مفاجاه شو؟ هدول مفاجاه. المفروض ما فرجي. انتوا ليه بدكم تطلعوا بالاوقات لازم انتوا ما تطلعوا فيه؟ انا عم فرجيهم لاني ما بفهم. اي نو. شعر السنه لك؟ صار بالنوبة. اوكي يا جماعة من الاخر هدول الشغلات اجونا هلا، هن جزء هدية جزء شغلة لكم مفاجأة فيها، ولكن في موقع اسمه شيين. شيين هو مثل ببيع ثياب وشغلات حلوة. شيين قرروا انه هن يبعثوا لنا هدول الشغلات حتى انتوا نفرجيكم ياهن. احنا محتارين شو بدنا نلبس لانه ما شاء الله بعثوا لنا كثير اواعي، فحنقيسهم قدامكم وانتوا تقولوا لنا شو اي واحد بيعجبكم. كمان شغلة حبيت لما قالوا لنا اياها انه عاملين خصم بس لانتو عائلة انا صالة. من الاخر هي الفكرة كون انتو طلعوا تدخلوا على الاب، الاب اسمه شيين هون شايفتي؟ يس. فنزلوا التطبيق. نزلوا التطبيق، هحطلكم اسمه هون، فيكم تروحوا على الاب ستور، حتى حطلكم لينك تحت بالدسكريبشن عليه، تروحوا لهونيك تشوفوا كل الثياب اللي احنا اخترناها، تقولوا لنا اذا حلوة ولا لا، اللي عجبكم ولا لا، تروحوا تقدروا تشتروا اللي بدكم اياه من الموقع. الموقع هذا بيبعث لكل يا يعني في اشياء للبيبيات، للامهات، للابهات، للصبايا، للشباب. حتى فيكم تدفعوا عند الباب. فانتوا فيكم تطلبوا من الموقع، تستخدموا الكود تبع عائلة انا صالة، تاخذوا تخفيضات، يوصلكم للباب، تدفعوا على الباب من غير كريدت كاردات وكل هالشغلات. ولكن ما بدنا ندخل بكل التفاصيل، وبدنا نفرجيكم الثياب ونقيسهم. هلا في بعثوا لميلا لانس ولالي، فكيف حنقسم لها؟ خلص انا حبلش اول، وبدنا نلاقيكم انتم، فاكتبوا لنا تحت بالكومنتات حلوين او مو حلوين. 3 2 1. واو اوكي ليكو استنوا، فالجينز هاد من عندهم والسواتر كثير حلو، وحتى حبيت انه السواتر انه ما بيتجعلك. ما بعرف اذا باين، انا ما كنت عارف. هي اول لبسه لانس، بعد ما يخلص انس كل اللبسات اللي حيلبسهم حتقرروا مين حيربح، انا او هو او ميلا. هدول البنطلون طلعوا ضيقين علي. انا كتبت غلط، كتبت اني انا 32 وانا معي 32، ولكن جاكيت لحاله حلو صح؟ يا حلو. طلع الصور. اوه واو، انا بحبه غريب يعني، بحبه هيك للصور. يمكن الناس ما يحبوا الالوان هيك. هو بس حسب الشخصيه، ولكن انا كشخصيه بحب الشغلات الغريبه كثير، لاني عم دور على شيء مثل هذا، ولكن هذا الصباط جابوا لي اياه. فهذول هن، هذا البنطلون، هذا الجينز، هذا الجاكيت الجينز، وهذا الصباط، وهي الخامسه. فهلا القرار بايدكم اذا حتفوزوني ولا لا. لكل شغله بتعجبكم انا باخذ نقطه، فقولوا لي انس كم نقطة حسب الشغلات اللي انتو حتحبوها منهم. ففرضا اذا حبيتوا ثلاث قطع، مثلا السواتر والجينز جاكيت والجينز بنطلون، حطوا رقم ثلاثة تحت. ثلاث نقاط، اذا حبيتوا الاربعة حطوا اربعة، اذا حبيتوا واحد حطوا واحد، وبعدين كل واحد بنقاطه حيفوز بيني وبين اصالة وبين ميلا. وهي دور اصالة. يا عيني، اوكي غلبتيني اوريدي. اوكي، وهي ما بتجي عليك. كمان حبيت لما تجي على نقطة من عندي اللي بعده خلص. حتغلبيني؟ لا انا حازعل هيك يا ولد. وهات جاكيتي لقطك. هاي نقطة إلي على الجاكيت، ونقطة لأصالة على الكنزة يا ولد. وهي نفس البلوزة اللي لبستها بالفيديو. يس بعيدة. صح. قالوا لي إذا عجبتكم أعطوني نقطة. يا ولد أصالة ما عجبني إنك أنت قاعدة عم تغلبيني. هاي كمان لبستها هذا. لا هذا حلو. نو كثير 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 حلو. اوكي شكلك حتاخذي نقطة كمان على هاي. يا ولد طلعوا. اوه كمان جبتي من هنيك ها؟ يا كثير مريحة على فكرة. اوكي اصال، اوكي انا وميلا حنقعد نحضر هاي، لأنه بصراحة شكلنا حيكون وضعنا تعبان مع النقاط معك. لوحة أنا يا ماما. أنا معها. الله سلامتها. مو عيب، عيب بين الحفوضة. هي بس جبتها انا شوي كبيره مشان بعدين، لانه البيبيات بيكبروا بسرعه. صح. اللبسه الثانيه لمين؟ يا لوحه انا هي يا ولد يا ولد. واو لك الصندل شو حلو. يلا let's do it again again again. يلا go. يلا تعي. واو يو كان دو ات ميلا يو كان. حرام بالعاده بتمشي حافيه بالبيت. واو حلو ده، لك شو حلو.
فلاسة انت فلاسة. فنتمنى يكون عجبوكم الثياب. فوق ال 15% الخصم اللي حيعطونا اياهم بس لعائلتنا هلا في تخفيضات كبيرة عم بتصير هنيك. على كل الشغلات الصيفية حيكون في تخفيضات. صح. عموما هاي هي القصة من اولتها لاخرتها. شكرا موقع شي ان على تعاونكم معنا وعلى الشيء اللي عم تعملوا لنا اياه. الثياب الحلوين. عموما تاكدوا انكم تروحوا على الموقع تتبعوا كل الخطوات اللي فرجيناكم اياهم غالبا هلا عم تطلع قدامكم. واعملوا لنا تاج على الانستغرام مشان نعمل لكم ريبوست على الثياب. يا تاج للسلة تبعكم اللي انتم اخترتوها او الشغلات اللي انتم اشتريتوها. وحنشوف نحن كمان حنقيم لكم اغراضكم نرد عليكم لكم اوكي هي حلوه هي نقطه هي ثلاثه نقطه. ولكن انا برايي ميلا هي الفايزه بالنقاط مو انت. لا ميلا. انتم ملاحظين ميلا وقاعده ورا؟ طلعوا طلعوا بس تسكت على هي الشغله. مرحبا كيفكم عائلة انا سالة ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم نعرفوا غالبا طولنا عليكم الصبح فهلا حناخذكم فورا معنا من الاخر يا جماعه الخير. اليوم الجو كثير 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 حلو فرايحين نسبح. ايه فما بعرف وين حنسبح لسه ان كان في مدينه العاب مائيه كثير كبيره هي اكبر وحده في كل البلد اللي احنا عايشين فيها. حنحاول نروح عليها او حنروح على محل اللي هو 3 ساعات بعيد اللي هو فعلا بحر. شط كامل بحر كامل فلسه ما قررنا وين حنروح كالعاده متاخرين فحنقلكم وين حنروح. حيكون يوم كثير حلو وحناخذكم معنا. هذا بيكون اول يوم ميلا تروح فيه على بحر او على العاب مائيه او اي شيء. وبصراحه هي كثير بتحب المي فبدي اعودها على المي وشان تحب السباحه وتكون هيك تطلع برا وتعمل شغلات. اذا انتم جداد على هالقناه لا تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان عائلتنا تكبر. وكمان لا تنسوا تعملوا لنا لايك على الفيديو. الفيديو الاخير جاب اظن 180 الف لايك وعلى فكره شكرا كثير 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 لكم يعني ما بعرف انا يمكن ما بنقول شكرا كثير لانه ما بدنا نطفشكم ونضيع وقت من الفيديوهات ولكن والله العظيم من جواتنا نحن ما عارفين شو نقلكم. ترند في المملكه العربيه السعوديه كل فيديو قلنا في اخر 10 فيديوهات كلياتهم دخلوا الترند. اللايكات كلياتهم فوق ال 100 او 200 الف. الفيديوهات كلياتهم فوق المليون ونص. انستغرام عم بيجن عنا عم نطول عم توقفونا بالشوارع وين ما عم نروح. حياتنا كلها تغيرت بسببكم فما بنعرف شو بدنا نقلكم كيف بدنا نشكركم شو بدنا نشكركم يعني شغله كثير like ما انا مصدقين لهلا كثير 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 بدنا نشكركم من كل قلبنا بنحبكم خيرات خيرات يا عن جد والله وبتمنى حتى نشوفكم بالمستقبل ان شاء الله حنجي على كل الدول ونشوفكم ونتعرف عليكم. في كثير شغلات محضرينها لمحلات حنروح عليها خلال شهر شهرين جايين فتستنونا في المدينه او في البلد اللي انتم فيها. وبس هلا بدنا نطول عليكم اكثر فهلا صار فينا نقول هيا بنا ليتس جو. طلعوا من اجا غسانو مرحبا غسان زين الدين محمد وهون اصاله يا عيني وانا ميلا بعدين مع بيبي شارك تبعك انت. جو كثير 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 حلو. قديش صار لكم مستنينا؟ بس من امبارح انا من 12 عند محمد 31 صارت. اول شيء حندخل هون لانه انا بصراحه ما عندي شيء اسبح فيه فححاول روح تلاقي شيء هون بس ما عندك كثير وقت لانه الشمس ما بتضل كثير هون. والله الناس عم يسبونا كان المفروض نطلع بكير. صرت هاي طلع هاي الكاميرا يا ولد كثير 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 حلوين اي ثينك كثير حلو بقول لك اوه طلع كيف بجنن كثير 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 حلو. جبت هاي لميلا لميلا ولا لانا؟ وهي لميلا وشكرا استني فرجينا استني شو هاي؟ هاي الفواشات واللي تحتها شو؟ وهي بتقعد بقلبها وإلاش إنه مشان ما تضرب الشمس على راسها. نو وجبت كرة مشان تلعب فيها وجبت كندا. سهلا وقفنا على ماكدونالدز طلعوا الكيس اللي جبناه لأنه في واحد فجعان هون قاعد جنبنا. فكرة طلع كم برجر طلع كم برجر ما شاء الله يا محمد ما شاء الله كل هذا عشانك حبيبي ما شاء الله ما بعطيك ولا سندويشة مصدق مصدق انك انت عم تعطينا سندويش ميلا راحوا عليك السندويشات بابا عم محمد اكل و السعاده اللي محمد بحسها لما ياكل غير طبيعيه. ميلا على عادتها عم تحضر اكشي نايمه والله شي سليبنج اخيرا نامت اخيرا لا لا صحيت 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 اوكي بصراحه احنا لسه ما وصلنا ولكن وقفنا السياره عشان بس نفرجيكم هالمنظر طلع من ليك نحلى عليك نحلى عليك نحلى ليك ليك على الكنز على الكنز ليك ليك والله احنا هذا هو المنطقه اللي احنا حندخل عليها. طلع شو لقينا كمان نفس المحل اللي احنا المفروض ننزل عنده. طلعوا هاي هي بتنط منها على المي. رح احاول اصور لكم اياها من المطرح الثاني لكن هي المي تخيلوا قديش عالي البونجي جامبينج. بتطلعوا هي المدخل هون. هي محمد
دوجز ار اوكي بتقدر تجي تفضل. لا مش حلو. طلعوا المنظر، هذا هو المحل اللي احنا جايينه. طلعوا هذه هي المنطقه اللي بتقدر تنط منها بونجي جامبينج، بتنزل بالمي وبتطلع. طلعوا مع اجمل منظر. اوه طلعوا كيف الجبل، ما بعرف هو الجبل ولا ما بعرف شو هو، كيف منعكس على لون المي. ميمي نايمه يا سكلنا. اوكي انس عم بيحاول ينفخ هاي وشكله ما شاء الله ناجح. قطع نفسي ولا عم بيصير شيء؟ طلع. واو بابا، يعني والله كنت عم حاول انه انا اركب لك شغله مشان تسبحي اليوم، بس شكلك هيك حتقضيها تشميس. لا هو كثير حلو. بس بس لا لا اسمع لا ترش مي، في نظارات غالي والله. لا لا اقسم بالله يا غسان حتن طفيمي الكاميرا. لا دخلت على الكاميرا؟ لا لا ما دخلت على الكاميرا، عيب. غسان ححط مقاطع انت مش حتنبسط فيها. خلص سوري سوري، قول اسف. برافو عليك غسان. بتعرف انت لما طلعت من الصوره قديش المنظر حلو فجأة؟ لما حطيت وراي. إذا أنت نطيت والله ناطط وراك، بس لا بس شوف شوف حنط وراك إذا أنت دخلت وضليتك عايش. ضليت جوا. المي كتير كتير بارد يا جماعة الخير، فكلاتنا هلا قاعدين. هلا شو أصلا رح تنزلي تسبحي؟ اسمع أنا مبدئيا أنا بس بدي منك طلب أول. تعال حط لك المي. طيب استنى. والله بارد يا محمد. والله بارد كثير. والله أنا أصلا أنا حدخل في المي، بتحكي إنك حدخل وراك. لا أنا لغيت الفكرة. شو يعني بدك إياني أسمح لحالي؟ بتفرج عليك. شوفي إذا دخلت وضليتك أنا بشجعك كمان. أنت حتشجعه؟ أنا حشجعك كمان. أوكي شوف نحن من الأطراف أنا تعال تعال يا حبيبي، تعال بغساسين تعال يعني. حملة تشجيع محمد. يلا يلا محمد محمد. لا 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 أنا عم كيف شو بدك يعني أقول لك؟ قل لي قل لي التشير اللي بدك إياها وأنا حغنيها. يا عشان ما تبين جبان قدام الكاميرا. صح. تونايت ايه؟ شو عم يقرا التعويذ هذا؟ ما بعرف. يلا ادخل وراي. اوكي اوكي يلا. شوف عم يحاول يحمى محمد. شو؟ عادي اللي بتنزرح فيها قول والله حلوة. ما أنا قادر اقول والله. اوكي يا جماعة الخير القرار كان شكلنا حننزل ننط لانه ما بدنا نحس حالنا انه اوكي بالاخر اصالة قررت انه هي تنط ومو حلوة ان انا زوجها ما نطفع حنط. محمد وراي يلا. شو يا ناس كيف المي؟ طلع المي جد بجنن. طلع ما تصلك ما تعمل هيك. ايو يا اوعك تحط هذا بالفلوج. هاي ميمي طلع مين لبس ثياب سباحة. تخيلوا انا ميكي ماستر. شوفوا شوفوا مي او هي او هي كمان ميكي. كنا صايرة عصبية هالبنت. طلع شو عملنا له هون كبابا. شو اي 1 2 3 1 2 شو؟ اوكي يلا نطلع. لا لا تسك 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 بابا تسك يا حبيبي تسك. لأنه في شمس هون شكله المي أدفى. المي أدفى 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 من هنا. يلا 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 خبوه 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 خبوه
خبوه خبوه خبوه. دخيله أنا ميمي وأصول. صراحة كنت متوقع نسبح. والله نحن سبحنا، أنا وميلا سبحنا، أنت الوحيدة اللي ما سبحتي. كثير برد ما قدرنا نسبح. هلا عم نلم بقشتنا مثل ما بيقولوا، بيطلع عم نلم أغراضنا كلياتهم وماشيين من هون. حبينا ننهي الفيديو قبل ما نرجع على البيت أو نتحرك قبل ما تطفي الكاميرا. بس أول شيء أسامي اللي وعدناكم فيهم، في أحمد من مصر، ياسمين من الأردن، وبدر من السعودية، وحتنقول اسمكم بالحلقة الجاية. كل اللي عليكم تعملوا إنكم تنزلوا التطبيق تبع شين، لما تطلبوا شغلة أو تشوفوا شغلة عجبتكم كل اللي عليكم تعملوا إنكم تعملوا لنا تاج على الإنستغرام بها الصور هدول من التطبيق، وبإذن الله حول شيء هنعملكم ريبوست. اثنين، قولوا انكم عملتوا هالشيء هذا بالكومنتات تحت، وبإذن الله رح نذكر اسمكم بالحلقة الجاية. ثلاثة، حنختارهم بالحلقة الجاية، فتأكدوا انكم تعملوا هالشيء هذا. التطبيق بتلاقوه وين؟ تحت بالدسكربشن. فبس شو كمان لا تنسوا تعملوا سبسكرايب اذا مش جداد على هالقناة، وكمان اعملوا لنا لايك على كل فيديوهاتنا. وبس هلا صار فيني اقول مني ومني ومن ميلا اللي هي هالميلا. هلا صار فينا نقول تصبحوا على خير. باي. برم 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 برم.